هل يجوز ان نقرأ القرآن ختمة على الميت بين الحين والآخر؟ هذا لم يرد به دليل، يفعله بعض الناس وقال به بعض الفقهاء لكن لا دليل عليه، فتركه أحسن، والاقتصار على الدعاء للميت والاستغفار له والصدقة عنه هذا هو الذي ورد به الدليل. نعم. ما حكم الربح أكثر من الثلث من قيمة البضاعة؟ الربح يا أخي يتبع السوق، يتبع السوق، ارتفاع السعر وانخفاضه على حسب ما عليه السوق، إذا كان ارتفاع الربح بسبب غلاء السلع في السوق فلا بأس بذلك، أما إذا كان مبني على الكذب والتغرير بالناس وهو ليس كذلك في السوق فهذا لا يجوز. نعم.